هل نقدر نقدم كل هذه الخدمات وهذه الأرقام اللي تم ضخها، وأيضا المشروعات ومشروعات سياحية ومشروعات أيضا زراعية وأيضا تعليم، يعني حاجات كثيرة جدا، وطاقة وغاز وموانئ جديدة، كل هذه الأشياء أعتقد كان من الأهم أن يكون في كمان أمن وأمان. أنت عندما تتكلم عن استثمار فهتلاقي دايما أن المستثمر يسأل عن شقين، يسأل عن الأمن والاستقرار. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل، وأيضا مداخلة نلتقي فيها مع لواء دكتور محمد زكي الألفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك أستاذ شبكي والسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. حضرتك بألف خير. هذه الذكرى الطيبة على العاطفة. اتفضلي. يعني يمكن كافة هذه الاستثمارات اللي ذكرنا أرقامها وموجودة أيضا بهذه الأرقام الكثيرة والمتنوعة ومشروعات كثيرة، مش ممكن أبدا كانت تتم دون أمن واستقرار في المنطقة. كلمنا عن يعني كيف تحقق هذا، بأن احنا نقدر نعمل كل هذه الاستثمارات رغم أننا أيضا نحارب الإرهاب. البداية اسمحي لي أقول لحضرتك أن البداية هي حرب أكتوبر 73 التي استعدنا فيها الكرامة والأرض، وأكدنا فيها على الانتماء والولاء إلى هذا الوطن. وبهذه الروح وما خرجنا به من حرب أكتوبر من دروس مستفادة ونقاط القوة يجب تنميتها، وتتمثل هذه النقاط أساسا في أعمال التنمية التي تتم في سيناء. تمام. استاد جزيرة سيناء حوالي 60,000 كيلو متر مربع، هذه المساحة الضخمة يعني بتطل على البحر المتوسط، قناة السويس جزء منها، خليجي السويس وخليج العقبة، موقع هام واستراتيجي كبير. يتمتع هذا الموقع أيضا بالكثير من الثروات الطبيعية، وبالتالي يمكن أن تقام بها العديد من المشروعات التنموية والصناعية الكبيرة التي يمكن أن تمتص الكثير من أبناء الوطن في العمل في هذه الأراضي. فإحنا لو بصينا لذلك كان من المهم جدا أن إحنا ننمي سيناء، ولكن أعداء هذا الوطن دائما ما يتدخلون ضد أعمال التنمية والأعمال النماء التي يمكن أن تعود على الوطن بالخير والنفع. ومن هنا كانت المعركة الكبيرة التي دارت منذ التي كانت تدور على أرض سيناء خلال السنوات الماضية في عملية القضاء على الإرهاب من خلال مراحل متتالية، ووصلنا بها الآن إلى تقريبا حوالي يعني رقم أو نقدر يقترب من صفر عمليات إرهابية. كل تمام. هذا أتى من نتيجة لجهود كبيرة جدا قامت بها الأجهزة الأمنية في الأساس والقوات المسلحة والشرطة في تعاون قوي مع أبناء سيناء نفسهم، أبناء الشعب المصري من شيوخ وعواقل وقبائل وكل الموجودين في سيناء. صحيح. دي نقطة كانت مهمة جدا على تنطلق أعمال التنمية. عندما ننظر بقى إلى أعمال التنمية سنجد أن أعمال التنمية كانت غالبا بتتم في سيناء من اتجاه واحد، من اتجاه الشرق إلى الغرب. تمام. أم بتتم أعمال التنمية من اتجاه الشرق إلى الغرب، ومن الغرب للشرق، ومن الجنوب ومن الشمال، في جميع الاتجاهات وفي قلب سيناء نفسها. واخذت كافه مجالات التنميه اللي نقدر نقول عليها التنميه الشامله ببنودها الكامله، 17 بند للتنميه الشامله يتم تنفيذهم في سيناء، بدءا من المواني والطرق والانفاق، نفق واحد اصبحوا سته، ثم توسعه قناه السويس بحد ذاتها، ثم انشاء مجتمعات عمرانيه جديده كبيره تمثل مدن القناه شرق القناه، بالاضافه لمجتمعات عمرانيه وبدويه يتم انشائها داخل سيناء نفسها. وهذه المجتمعات التي يتم انشائها بتنشا بطريقه متكامله بحيث تحقق للمواطن كافه مطالبه من المعيشه في نفس المكان. تعليم، صحه، حتى الترفيه نفسه كمان. وده الحقيقه بتعاون كامل بين كافه اجهزه الدوله وخاصه القوات المسلحه. صحيح. اذا
كل هذه المجالات بتتم بالإضافة طبعا لباقي المجالات الأخرى التي تقوم بها الوزارات الأخرى في مجال الصحة، مجال التعليم، إنشاء المواني، إنشاء صناعات داخل سيناء. النهاردة هناك صناعات موجودة من الصناعات الأسمنت، صناعات الرخام التي تقوم على البيئة أساسا والاستفادة من مصادر الثروة الموجودة داخل سيناء. أكيد. إذن كل هذا الحياة بيشكل في النهاية منظومة متكاملة بتسير في اتجاه التنمية، زي ما حضرتك كده تفضلت وقلتي ان الدوله وفرت 700 مليار جنيه لصالح التنميه في سيناء بالاضافه الى مليارات الدولارات. اكيد الحقيقه كله صب في هذا الاتجاه. اتفضلي. اكيد كلنا الحقيقه سعداء، احنا النهارده بنتكلم عن نصر اكتوبر، لكن بنتكلم كمان عن تعمير كبير جدا لسيناء، مش بس تعمير، لا ده تعمير وعمران وايدي عامله ومشروعات. ومصر هتستقبل يعني في اقل من شهر باذن الله هتستقبل قمه المناخ كاب 27، واعتقد ان ده ايضا من الحاجات اللي بتحرص عليها مصر، وهيكون باذن الله في سيناء في شرم الشيخ. اللواء اركان حرب الدكتور محمد زكي الالفي، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، أشكرك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك بألف خير يا فندم.